بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله بإذن الله هناخد درس جديد وهو تساوي مساحتي المثلثين. تعال نشوف بقى بداية الدرس ده بتقول إيه. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على العلاقة بين مثلث ومتوازي 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 مع بعض. المرة دي هنتكلم على مثلث ومثلث. أول نظرية بتقول المثلثان مرسومان على قاعدة واحدة ورأسهما على مستطيل يوازي هذه القاعدة يكونان متساويان في المساحة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لو أنت عندك المثلث ألف ب ج والمثلث د ب ج، هتلاقي هما الاتنين مشتركين في القاعدة ب ج، وعندك ب ج بيوازي ألف د. يبقى في الحالة دي مساحة المثلث ألف ب ج هتساوي مساحة المثلث د ب ج، لأنهم مشتركين في القاعدة ب ج، وعندك ب ج بتوازي أ د. ممكن نقلب برضه للقصة، يعني إيه؟ ممكن نقول إن المثلث أ د ب يساوي مساحة المثلث أ د ج، لأن أ د هي اللي قاعدة مشتركة والألف د توازي ب ج. تمام؟ يعني ممكن آخد أ د قاعدة مشتركة، وممكن آخد ب ج قاعدة مشتركة. نتائج على هذه النظرية. أول نتيجة بتقول المثلثات التي قواعدها متساوية، يعني مثلثين كل واحد له قاعدة مختلفة عن الثاني بعيدة عن بعض بس متساويين في الطول، ومحصورة بين مستقيمين متوازيين تكون متساوية في المساحة. يعني الشكل اللي قدامك ده دلوقتي عندك أ د بيوازي ب ج، عندك ب ج بتساوي ه واو بتساوي س ص، يعني أنت ثلاث مثلثات محصورة بين مستقيمين بيوازوا بعض والقواعد متساوية. يبقى هينتج ان مساحة المثلث أ ب ج هتساوي مساحة المثلث د ه واو هتساوي مساحة المثلث س ص أ. أهم النتائج عندنا إن متوسط المثلث بيقسم سطحه إلى مثلثين متساويين في المساحة. يعني لو أنا عندي المثلث أ ب ج وعندك أ د متوسط، يبقى مساحة المثلث أ ب د هتساوي مساحة المثلث أ ج د. المثلثات التي قواعدها متساوية وعلى مستقيم واحد ومشتركة فيه الرأس تكون متساوية في المساحة. يعني مثلا عندي في الشكل المقابل دول كأن مثلثين داخلين مع بعض ايه بالرأس، يبقى المثلث أ ب د والمثلث أ ه ج، هتلاقي إن هما مشتركين في الرأس أ، وعندك القاعدة ب ج ب د تساوي القاعدة ه ج. يبقى في الحالة دي مساحة المثلث أ ب د تساوي مساحة المثلث أ ه ج. طب تعال نشوف كده مثال. بيقولك في الشكل المقابل س لام بتوازي ص ع، وس ع تقاطع ص لام في م، اثبت ان مساحه المثلث س م ص تساوي مساحه المثلث لام م ع. طب تعال كده نشوف البرهان. انت عندك اول حاجه س لام بتوازي ص ع، يبقى مساحه المثلث س ص ع تساوي مساحه المثلث لام ص ع، لان س لام بتوازي ص ع وس ص قاعده وص ع هي اللي قاعدة مشتركة. لو جيت طرحت مساحة المثلث م ص ع من الطرفين، هينتج إن مساحة المثلث س م ص تساوي مساحة المثلث لام م ع. مثال تاني من أهم الأمثلة عندنا، عندك أ د يوازي ب ج و ب س تساوي ص ج، اثبت إن مساحة الشكل أ ب س م تساوي مساحة الشكل م بتساوي مساحة الشكل م د ج ص. طب أنت عندك أ د بتوازي ب ج وأ د قاعدة مشتركة، يبقى مساحة المثلث أ ب د تساوي مساحة المثلث أ ج د. بطرح أ م، وعندك كمان لو جيت طرحت أ م د من الطرفين، هينتج إن مساحة المثلث أ م ب تساوي د م ج. تمام؟ طيب وانت عندك ب س بتساوي ص م ص ج، يبقى مساحة المثلث م ب س تساوي مساحة المثلث م ص ج. بجمع واحد واثنين ينتج ان مساحة الشكل ينتج ان مساحة الشكلين متساويين في المساحة. طيب انت في الشكل المقابل انت عندك د منتصف ا ب و ه منتصف ا ج. تمام؟ اثبت ان مساحة المثلث أ ه ب تساوي مساحة المثلث أ ج د.
طب انت عندك دال في المنتصف ألف ب وه في منتصف ألف ج، يبقى دال ه يوازي به ج. يبقى انا عندي مساحة المثلث دال ه ب تساوي مساحة المثلث دال ج ه. خلاص، بإضافة مساحة المثلث ألف دال ه للطرفين هينتج إن مساحة المثلث ألف ب ه تساوي مساحة المثلث ألف ج د. برضه في الشكل المقابل عندك ألف س متوسط في المثلث ألف ب ج، وعايز يثبت إن مساحة المثلث ألف ب ص تساوي مساحة المثلث ألف ص ج. طب أنت عندك ألف د ألف س متوسط في المثلث الكبير. خلاص، يبقى مساحة المثلث ألف ب س تساوي مساحة المثلث ألف ج س. وعندك برضه ص س متوسط في المثلث ص ب ج، يبقى انت عندك مساحة المثلث ص ب س تساوي مساحة المثلث ص ج س. بطرح واحد واثنين ينتج ان أ مساحة المثلث أ ب ص تساوي مساحة المثلث أ ج ص. في الشكل المقابل عندك أ د يوازي ب ج، ه منتصف أ ب، ن منتصف م ج. برهن أن مساحة المثلث أ م ه تساوي مساحة المثلث د ن ج. طب تعال كده نتكلم واحدة واحدة. أنت عندك ب ج بتوازي أ د وب ج قاعدة مشتركة، يبقى مساحة المثلث أ ب ج تساوي مساحة المثلث د ب ج. خلاص، بحذف مساحة المثلث ب م ج من الطرفين هينتج أن مساحة المثلث أ ب م تساوي د م ج. وعندك ميم ه متوسط في مثلث ألف ب ميم، يبقى مساحة المثلث ألف ميم ه تساوي نص مساحة المثلث ألف ميم ب. وعندك نون ه متوسط دال نون متوسط في المثلث دال جيم ب، يبقى مساحة المثلث دال نون جيم تساوي نص مساحة المثلث دال جيم ميم. من واحد واثنين وتلاتة ينتج المطلوب اللي هو مساحة المثلث ألف ميم ه تساوي مساحة المثلث دال نون جيم.